زومبي أبوكاليبس. السلام عليكم مدمنين، شنو حوالكم؟ تمام الحمد لله. الجو كنتي بيه؟ والله العظيم الحمد لله بيه. باش نتكتك باش نقولوا لك كل شيء. بين احنا عنا فترة من الليل كريقة مسيفة ومشاكل وكل شيء، عنا سلفور ما عندك شو فيه وسلفور عندي عالي صوتك عاملين ركشة بكي ركشة بريفي وكل شيء فيها ما انا ملي صارتك العركة في قرقة مسيفة وتنحى وكل شيء، خاطر برشا مشاكل وبرشا قمع برشا عباد صحيح تحكم في كلمة قرقة مسيفة وما با حتى هما قرقة مسيفة متباع. ونحن ما كانش عنا بيننا كونتاكت برشا، وانا عزيز كان ما يخالف الصيح ولا ايه، وما مانيش قاعدين نحكوا كل شيء، كان حبوا الحاجه نقولي فما بين عندك كونتاكت اللي هو الحاجه قبل كل شيء، كونتاكت يكون مش ممكن ما يخالف. انا ديسكورد شو بيه ما يخالف تتكلم معاه؟ مشكله في الديسكورد هذاك، احنا اصلا ما دخلنا لهوش ومانيش مش خاطر فيه عباد صاحبي ما نعرفش عباد عندها رول قويه في الديسكورد هذاك ومن بعد انا جديد تعود ديسكورد جديد ما عرفش نفهم كل شيء وخططت. سكورد هذاك فيه عباد عندها بوفوار وكل شيء، نهار كامل تسب فيك وما تحبكش وما تحملكش. سيرفر انا هو سيرفر جديد سيرفرنا جديد. اي سيرفر جديد في عباد تسب فيا، في عباد ما تحبكش وما با تسبك وما بعد ما تحبكش وما با وضحكم وكل شيء، ونحن هذه مانيش قابلين. ها؟ وكبش نمشي ونحن غادي ونكون احنا غادي مينات وعنا قدر مانيش حدا باش ناخذ قدر غادي معناها باش فما حدا حد فما كان انا شاد وراه سيرفر فما حتى انسان لا نحكي لك عزيز نحكي لك عباد تسمي في روحها اونر جريج ام سي وعاطي روحها حاجه وهي من بو انت عاطيها لها شكون اونر اخي ما فما حتى اونر ما فما حتى انسان عزيز فما ادمينات في كانت عباد اخرى وصلوا كتبوا معناها انا حط عليهم كابتيرات وصلوا كتبوا باش ناخذوا اي فان كلوب نتاع عزيز باش نعطوه با واش عطيني بالاسامي صاحبي بالله برا نجي ونحكيو اسامي ما نحبش انا هذه برشا مشاكل حكا نحب نحكي في السليم نحكي اعطيني احكي ما تخاف من هذا هذا باهي عندنا فتره عندنا مشكله مع ادمينات باديس كل شيء من قبل توكسيك معاك انت كل شيء كيفاش نرى فيك كل شيء يسبوا فيك ويكروك من ايمات البوبون كل شيء انا من قبل ما نحبوش نقراوك وانت لو ما تحبوا نركشوا اصلا عند باديس مفزت ضمتي جات الفترة ولينا ادمينات نحن في الشان جات ماي خليفة وبرسك ولينا عملنا كيب ادمين قوية كل شيء 30 ادمين برسك كل ستريم موجودين، الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة في النيم كل الناس كل تعرفها هذه ولينا عرفت عزيز اي عبد وصلنا عنا كابتيرات من 3 شهور التالي واربع شهور التالي شفت اي عبد بسبك ولا حاجه راهو من باص وصل خلينا يكتب ولا في الشنا في الشنا بتاعك ما انا منش مش مش نوصل حتى نسلمه في حمانش مش خليه حتى عاد ما انا وصل سبك في حتى اي ستريم في النيمو الكل ومن باص حتى تبانا ما انا فهمت الفازه من المشكلة ومن الحكاية هذا هو مؤدمينات باديس عرفتها من قبل كل شيء عندنا عليهم كابتيرات قبل كيفاش كانوا يسبوا كل شيء عندنا عندنا كل شيء يسبوا فيك معناها عادي ويبانوا فين يبانوا بال300 تقول السلام فان كلوب شافشه من ادميناتو تاكل 350 تاكل عام تاكل عام هذه صارت هذه وعندنا كابتيرات لحظه صاروخ هذه المشاكل انت عزيزي ما تعرفهاش اصلا ومن باس مش وحاجه اخرى انت ممكن ما تعرفهاش هذا مش نوصل لك كل شيء هما كتصير حاجه يبعثوا مسجل باديس ديريكت ونحن كتصير حاجه من لقوا حتى شكون نبعث كان ما يخالفه كل شيء وما يخليك ما كان حبي كان يرضين عليه وانا يرضي يحب يرضي الامور ما يحبش تاكل بعضها كل شيء باي كان تدخل تشوفه هاك بعث لك كابتير باي شفت عزيز اني امين وياك ديجا بريفي باش نبعث لك باش نبعث لك كابتير بريفي اقراها ورا في ستريم كتيرك ورا في ستريمي ورا في ستريم هذاك ادمين عند باديس واقرا اقرا من ورا نلقى واحد فان كلوب عزيز باش ينيك با عادي هذه سياسه تسمى عندهم عرفت كل شيء والحاجه الاخرى كل شيء شو ده الولد لهني كل ما اي واحد يصير يسبك في ستريم وكل هو يعني يسبك ولا يطيح قدره وكل شيء شفته بشيء يوصل يلقى 30 ادمين يستنى في خاطر احنا شفت عزيز
نبدا نوريك شنو مع بعضنا. ندخل النيم وفما شكون سب عرفت تكنع له على تيفريوان لهنا نجيو ناس الكرات كان نقضوا عليها عرفت نكرو في روحه فهمت الفازه نكرو في روحه معناها ما نخليوش حتى يكون يكتب كل شيء ونسبه لانه ولد الكولا كونتاكت بينا فواد مينات بديس عرفت خاطر يقولوا لنا كيفاش يا بديس بليش ودجا الحكايه الاخرى اللي ما فيها اي جاي حل ستريم يسب فينا مسو سب شكون بديس كيفاش؟ منيكين حاسديني و كل شيء خاطر باهر وين مغتاش ما تعرفتش ما هو لابس ومن بعد حكايه اخرى عندك انت حكاية اخرى مش بيه ما انت موصل انت انت موصلهم تصويره خايبه علينا دمينيتي ودمينيتي يتعاركوا معايا يتعاركوا عندهم برش كل مره يدخلوني ديسكورد وانا نحس حتى ما هي خليفه في بيرو بيها الحكايه يتعاركوا على حاجه تافهه كي زب وبدات الحكايه من اول ما خرجت وقت لي تشاتي انا بيو بيب اي واحد من فان كلوب تاعي يكتب مساج تشاتك انت نكبه كيفاش جات وقتاش صارت؟ يكرو عني انا قلت لك فما دمينيتهم عندك انت برو في لايف احمد وفي لايفات اخرين يسبوا فيا او يجيب في بيوت بالبنات او يلحس البنات او يلحس لهوني بشي طلع بيوت او زب يا زب يا اخي دمينيتي انا حلفوا باللي مين قالوا اي واحد يجي عنده فان كلوب شاب شي نكبر وانا قاعد نصلح بيناتهم ثلاث جمعات ولا اربع جمعات وانا نلم فيهم كلهم ديسكورد يودي يهديكم يودي نجم نجاوبوا راهو كذا وما شيء زب جول صغار نجم نجاوبوا نجم نجاوبوا خليفه نكلموا نقولوا راهو هكا وهكا يقول لي مريقل باش نحكي معاهم لدمينات يعيط لدمينات عزيز يحكي معاهم مو غدا تعاود تصير نفس المشكله يعاودوا يتعاركوا يعاودوا كل شيء وبعضهم لحظه عزيز عنده واحد اسمه دراما اللي هو حاطه لي بلدمينات وكما اكزامبل ما يخالفه عنه حنا عندنا عليك كابتور كيفاش يتقحب عليك انت كيفاش تلعب في الفري فاير شكون؟ كونكو خاطر تلعب في الفري فاير جايبين لك اليوم جماعه الفري فاير الجوهال وهاك المفرخ كل شيء ونجم نوريك كابتور فما حتى مشكل كيفاش يتقحب عليك انت كيفاش تلعب فري فاير وكا ازار وكا الفازات هاك الفازات هكا نتاع المفرخ كيفاش نوريك فهمت بالليل لا يسامح ما هذا كيفاش فهمت شكون اللي يتقحب علي شكون هذا اللي لهي بد اكزامبل هذا اللي لهي بدمينات بديس دراما هذا اللي لهي بدمينات بديس دراما نسكت تعرف يا شاف صفى سلك حاجه مركز معك الحكايه من الاتهاش من ايامات الاتهاش سبحان الله ما فهمتش انا كيف علاش ما يحبوكش ما يحملوكش ديما يسبوا فيك في في لايف ويت اوداي عن عليهم كابتيرات في لايف ويت بلحة في اي لايف ديما خويا ديما فما سبين ديما يسبونا ديما هكاك وحدهم واحد انهم عندهم كابتن يسبوا في بديس صار بيناتنا كونتاكت ام سي لايف احمد فما فرق عزيز هاوكا يعرف هو بديس اسمه لوبي هذايا يحكي هو فان من فانات بديس قال وراو يحبوا عزيز الكل عبيد ويعبدوا فيه وما هم مش فانات انت الفاز عزيز هذايا فان من الجريكم سي وصلنا كابتور احنا ادمينات هذايا سي لوبي ونشدو في ستريم منش خلوه يكتب مرتاح انا مش خلوه بشدو مفديدو في روح قطر مفازة هذايا فهمت هما دخلوا روحه في المشكلة هذيك فهمت هو له ادمين عند بديس لا شيء هذا فهمت الفازة وراي تبقى مشكلتنا احنا وهما ما انتم راكم زوج صحاب وتعيشوا مع بعضكم وخاتيكم الشيء ما هما كيما يقولوا المتفرج فارس فهمتني يا شا هما سبحان الله فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم اللي فيهم الدنيا وفيهم مش ما فهمتش انا كيف ايش يحبوا يعملوا بالضبط يعملوا في نفس الحاجات اللي كانوا يعملوا فيهم ادمينات عودة يقبل يدخلوا حتى التاو قبيلة بانينا منهم عباد يدخلوا تاو معناها بنيمو كذا وكذا ويسبوا وعنا كابتيرات على قبيلة برك عملوا وريال فاز تضمتي راهم عندهم برسك شهور تشمعنا شهور ومن با حتى نتكلموا من بخط ما نحب مصلحتكم نحبوا مصلحة التيم اظن لي خلينا نشوف شوف فضلي خلينا نفهم حاجة بركة وماذا بيا معناتك هما معناتك الادمينات مشكلتهم معاكم انتوما ولا مشكلتهم معايا انا مشكلتهم هكاك ما ندروش نحن لدرجه ما ندروش ما باش نوصل لك معلومه اخرى ما فما فرق هكا يا اما مشكلتهم معاكم انتوما يا اما مشكلتهم معايا انا فهمت باش نوصل لك معلومه اخرى وانت استنتش كي صارت العركه كونتاكت بيناتنا امس ولامس في لايف احمد دخلوا عرفت مع بعضهم انت كي جاوا مع بعضهم الكل عبيت واحد على دخلت واحد لازم نقول كلمه بالاخر ماشي بالله كلهم يزيو بالفتنه كي بدا واحد عنده مشكله مع واحد خاطر صارت تقبل عركه بين زوز
ودخلوا الادمينات الزوز في بعضهم، وبعد دخلوا تشاتات منه ومنه وقسموها الكوميونيتي الزبي والناس الكل تنايك على ساعتها. بالله يا الاولاد كنت تسمعوا فيا في الديسكورد، راني كيما حكيت انا ومي خليفه باش نعاود نقولها لكم، بالله يا زيو راكم ماكمش صغار، كيف تتنايك انت واحد لا تدخل الستريمرز، لا تدخل الشات، لا تدخل فانيت كلوب، لا تدخل الار بي، لا تدخل الزبي، برا فضها معاه الزبي دي بريفي وبرو زايد هذا كل راهو ما ذي كلمتي الزبي اللي قلتها مي خليفه ونعاودها ديما معنا. وباقي احنا مانيش فاهمين، احنا انا نتو اللي نحب بينزوت شنو؟ ادمينيات عندي وادمين عندك باه دخلوا زاد الادمينات الكل، بعد دخلت شات ولا شاتيان يسب شاتك انت وشاتك انت يسب شاتيان، وبعد دخلوني انا وياك شاتيان يسب فيك انت شاتك انت يسب فيان. اخر مره احمد حل لايف الزبي بانيت كلوب الكل كنت يسب فيان، انا زبي نحل لايف انت تدخل الزبي كل هذا يسب فيك انت، اللي هي حكايه بديت من الاول من زوز. شكون من زوز؟ فكرني ما خليفه موجود؟ لا شكون موجود هو؟ عنده مشاكل معايا مش موجود غلط. وبالله الكلام اللي كان يقول فيه راه مش كاكا راه بدا مش كاكا الحكايه بدات غلط يا دي. شنو عندك انت الفيرسيون الساعه؟ غلط مير اخويا نيكو الدنيا تصرفوا عندنا عندنا ناس كل فيرسيون الفيرسيون الساعه هما يعرفون احنا نعرفوه. اعطيني شنو جات فتره كنت ذكر عزيزه كسان الحبس وقتها وين بدات وقت سنه الحبس تذكرك السنه الكبيره صارت في وقت جسم عبيت تسب فيك غادي عند باديس، وكان قبل عندنا جروب اسمه عزوز تيم ادمينز نحكوا فيه ادمينات التيم الكل عرفت، نحن نمركيو فيهم نقول لهم يا الاولاد باني اللي يسبوا في عزوز باني، وعلاش نحن كي عبيت تجي تسب باديس نحن نبانيوهم، هذا قبل نبانيوهم علاش نحن نحبوا مصلحه التيم، هم ما يبانيوش هم ماشيين بمصلحه عرفت باديس كاهو هذيك امورهم الصحيح، اما نحن وقت تقلقنا من الحكي علاش انتم ما تبانيوش عبيت تسب عزيز هذيك نحن هو بدات ومن بدات نقول اصل المشكل عرفت كيفاش نحن نقول نقولك زيد نبصر لك كيفاش نبصر لك حاجه هو راه زيد اخزر دي ما هو زيد دخلنا نحكيو شويه الوشي فهمت ما ينجمش يباني لك هو في لايف بديس معناتها ما ينجمش يباني لك واحد يسبني انا فهمت ينجم يسبني انا ما هو يحب بديس فهمت كيفاش يتبان باش يتبان على خاطر عزيز نحكيش على شو اسمه حتى على البان نحكي حتى يحكم معي فهم مصلحة التيم فهمت عزيز فهم مصلحة التيم انا فهمت تيم شنو معناتها عزيز تيم اي يبرو ما خليني يبرو رانا احنا عباره خويات راهو نعيشوا في الدم معناتها ما ياثروش على الحكايات هذوما راه في بالك معناتها الشد انا وبديس نتنيكو بالبنيه ولا في بير ادري وريت حتى كان نتعاركوا انا وباديس راه كنت حتى كان نتعاركوا راه نتعاركوا في الدار ما يسمع بها حدا حد العركه وحدنا فهمت ونحزوا بعديك بعضنا وجاونا به فهمت ما عنيش معناتها السيبي معناتها ماهوش ما ياثرش علينا راه هذا على خاطرنا احنا نعرفوا العباد اللي تعمل هكايا راهي العباد تلوج على فتنه تحب تعرك بيناتنا فهمت ونحن برور انا ما نحصلوش مانيش باش ما نخليه حدا حد ينجم ياثر على العلاقه نتاعنا فهمت انا رانا راهي علاقتنا راه معناتها عباره الزبي يا سبرو راهي علاقه قويه برشا راه بيت تعيش معاك في الدار في بيك باش تعرف وصل ما لحظه واصل الفتنه وكي قال باديس توا ما تدخلوش ستريمز في الحكايه راه هما ادمينات ويبعثوا له في الكابتيرات مانيش قاعد يصير نحن عمرنا ما بعثنا لك حتى شيء صح ولا جاتكش مره ما يخليفه كابتير ما جاتناش خاطر ما نحبوش الفتنه نحن ما نحبوش اما هما يبعثوا لباديس وباديس يقرا راهو شاك لي مذير نتاع شهور راهو شهور هذا مش معناه بحكي والله راضي باور بس مره ساعات بس ما تراش شاك لي هكا وخلطت انا مره مزيد خلطت وقتها خلطت على فازا بركه انا وقتها مع قلت لي امنه باش تعمل عملت سين وقت مشيت لباديس ريتهم كيفاش يكتبوا كيفاش يسبوا وراسك يا عزيز وراسك يا عزيز نهارين التالي يسبوا فينا بطريقة شنو يمركوا فينا بر اعبد الانسان اللي يجيب في خطيبته باش يجيب فيورس وكان تبنا نعطيك معنا كابتير بر اعبد الانسان يجيب في خطيبته باش يجيب فيورس اي ولا اعطوا كابتير بلاد نتاعك خطيبتي باش تجولي تسليني نبعث لك لعزيز تقرا نبعث لي نقرا بعد بالليلة ده اللي عنده يهبطها بجرب يوز نجيب في خطيبتي باش نعمل 100,000 لايك في التصويرة في الانستغرام اي جيب في عزيز باش يجيب لي فيورز دخل بقوة تو جون هذيك واحد اسمه لوبي عملها عنده فان كلوب متاعي نمره 9 ونيك بان في الشات متاعي هذاك واحد من الفانات اللي تبع برو كتبها في رايف ستريم احمد جاي كتب شرشة جاب خطيبته باش يطلع بها الفيوز ونيك بان معناها برو الزبي ما زايد معناها برو ماهمش ادمينات ومش تشات كامل راه واحد بركة عنده فان كلوب 8 ونيك بان انا شوف هو مش لازم احنا نجمع ونضحكوا فمعناتها مش لازم كي نحكي ونحكي معناتها
مانيش قاعدين نجمعوا في تشات باديس الكل، فهمت؟ راهو كيما انا في تشات نتاعي عندي البي وعندي الخايب، كيما عند باديس عنده البي وعنده الخايب، فهمت؟ وديما ديما راهو التشات نتاع الانسان هذاك راهو يخمم في مصلحه الستريمر نتاعه، فهمت؟ ما تنجمش تفليونسيهم الكل زاده زاده، وما نجموش نحن نحكموا في الناس الكل، راهو فهمت؟ احنا راهو جيست ميساج صغير خلينا راهو نحن ما نتعاركوش، فهمت؟ معناتها راهو ريتكي تتعاركوا انتوما، راهو الولاد برجوليه مع كامل احترامي للناس الكل، سواء تشات نتاعي ولا تشات بديس، راهو كي تتعاركوا معناتها راهو معناتها تتعاركوا في عكيكه في الفارغ، فهمت؟ ما كومش فاهمين انتوا عبيت تضرب على دراب عزيز وعبيت تضرب على دراب بديس، وقت وقت اللي هما زوز عايشين في الدار نحن هازين نفس الدراب واحد وزوز زوز اونوريت في الربي اللي تفرجوا فيه. راهو راهو بالرسمي راهو نحن فاهمين الشيء هذا، ما مش ما يجيش من تشات بديس وما يجيش زاد من نحن فاهمين، نحن فاهمين خاطر عندنا لحظه، نحن فاهمين خاطر بس اربع شهور ولا تفرج يا ربي شادي شويه من عند عزيز وشويه من عند بديس خرجت بكتله صب والحمد لله الوليد راهو ما يجيش كي كلهم صباح يسيب يتعرف شو ودينا نحن احنا من ايش نفسر لك علاش على ما انا على ما انا كيما نقولوا تحكمنا في النيمو معناتها شدينا تو في تونس شدينا النيمو معناتها نحن فهمت احنا كي شدينا النيمو المشكله التشات باديس ما يلقاو ما فماش حتى كونكيرون معناتها للباديس ولا لي انا ما فماش حتى كونكيرون مانيش نلقاو معناتها عبد اخر نتلكش عليه ولا عبد اخر نكر هو فهمت وقت اللي هي سامحني ريت تشاتي انا توا تشاتك انت قبل فينا يا ولد ريحه هما حاجه يعرفوها يا ولد يا ولد يا ولد شوف مستبرق يا بعض العظم يا ولد يا كيسح يا ولد شوف والله راهو ماشي انا راني كيما راهو انا واحد من الناس قلبي يبيض كيما باديس زاد قلبه ابيض فهمت راهو ما يجيش اكيد راهو ما يجيش نحن نتعاركوا في بعض راهو بالرسمي راهو ما يجيش حتى انا مومبر يا عزيز وستين فهمت راهو شو قايد في مريولو شنيا حقبه جديده يا حقبه جديده وانا نقرا فيها عصبه جديده وليه تصليوا على النبي وانا نو شيطان خويا لا عاد تشات بيت باز راه يتفرج تشات بيديز زاد لا عاد تشات بيديز يسكرني لا عاد بالزمن باش يجيو كل عندي عزيز هذاك علاش جبناك اسمعني عزيز هذاك علاش جبناك حبينا توفى صليو على النبي يا شباب في الحكايه ويب في اي لحظه في تو تنجم توفى الحكايه فهمت هذاك اش نحبوه نحبوه تو توفى باش عباد تفهم توفى تحبوا شنو معناتها تحبوا تتعاملوا رولز اللي يسب باديس في اللايف نتاعي نباني وهو اللي يسبني في اللايف نتاع باديس نباني وهو ولا كل واحد حر في الستريم يفكروا لهم اللي راهي ما قسموا فيراج وراهو كيما عزيز كيما انا ما كلكنيش انا الحين بيجي عمر ملكني انستغرام زفنشينشي ميمو تي في سكوب اذا قال لي تهبوا زفنشينشي لحظه تعرف انا التفكير قاعد يصير تو عباره كيما نقولوا ما كيف كيفاش تبدلت الكره ما عادش يجي جمهور من هنا وجمهور من غاديك واللي الجمعيه اللي تستقبل في بلادها يجي جمهورها وجمعيه اخرى ما يجيش جمهورها فهمت ولا تكاك هذه نحكي لك بيتون احنا تعرف شو اللي نعملوا ما لقيناش جمهور اخر باش نتعاركوا معاه ولينا نسيب زوز جروبات نتعاركوا في بعضنا معناتها زوز نفس الجمعيه نتعاركوا في بعضنا راه معناتها هذا اللي قاعد يصير فهمت كاين زوز جروبات في 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 فيراج رجي يتعاركوا ولا زوز جروبات في فيراج افريقي يتعاركوا فهمت هذا مشكلة يا عزيز بالحرة أعلن خروجه من عزيز أستن في البيت مالوش ما في باليش أعلن في ستريم في ستريم في ستريم عنده هو خالع في ستريم وما قالها ليش لي أنا والله ما أعلم حقين عندها شو شكتب شكتب حتى بش يقعد معنا ما عش حب يقعد معنا وينه هو شو في بيته ها جو بالعبيد كاو بالحول انا انا شيطان خويا واش نحسبوها هذيا الاولى والاخر خويا اللي يصير هكا بس كل هذا سكس يجيب الفيوز ترى انا شيطان واش يلعب السكس تشات بدي يصير انا شيطان كيف كيف تشات نتاعي وتصليو على النبي انا وخيين راه ما يجيش راه اللي قاعد يصير انا مانيش ما تنساوش تشات اللي ترابلاي فور ذا وين والبيتريس سيرتو البيتريس فور لما رابون تاع الزب وده تخرا ولا فيه واللي يكونكم واحد واحد يا بدي اسمعوهم كوتش الدولة من انت والله كيسر انا مش يدان خويا راه بالرسمي هذا راه السيبي راه ما يصيرش راه برجولي راه ما تتصور حتى انا وبديس مع بعضنا الزبي في سي نبداو مع بعضنا الزبي باش نعملوا حاجه ما باش نتعاركوا مع الحاكم انت الزبي يبدا تشد بديس في وتشد تاعي يسب في بديس وقت اللي انا وياه قاعدين نضربوا فيه
على ضرب واحد تي زبي الولاد نجي زيد انا نحشمو برجوليه نحشمو برجوليه عندنا الزبي فايت كونتر البوبوني تصورها انت انا وياك فايتي كونتر البوبوني تصور شو وصلت الفايت والله زوز دخلوا ليه دخلوا البوبوني ثلاثه ريت تشتغل على الواتساب ريت تشتغل على الواتساب حمش حمش علينا نفسيك دي قلت قلت نفسي يا دي قال بارتير بحينها الزبي يحكي باللغه العربيه الفصحى قسما بالله اه يا تشات دي جلوب يا دي خيان الناس الكل خيان الناس احلى ناس ناس بادي داس واحلى ناس ناس عزيزوز واحلى ناس طبرطوس كوكو ووز فهمت الوليد سلي وخويا عني بيه وخيان الناس الكل احسبوا خويا ما صار حتى شيء راهو الناس الكل اصحاب وناس الكل خيان واضحين واضحين خويا برشا قلوب خويا للتشات بديس وبرشا قلوب للقريقه مسيه برشا ليا وسلي وعني بيه وراكم ناس كله خيين